أول أمس يوم 29 ديسمبر قبل 3 سنوات غادرنا إلى الدار الآخرة الأخ والصديق والحبيب الشاعر المبدع فضل الله محمد. نسأل الرحمن له المغفرة والعفو فضل الله كان أخا وصديقا وكان شاعرا قدم الكثير من الإبداع وسلك طريقا كان مختلفا في الشعر الغنائي في الغناء الوطني وفي الغناء العاطفي. غنيت له العديد من الأغنيات وغنى له الكثيرين. جمعتنا مدينتنا الفاضلة والمدني كانت مسقط رأسنا وترعرعنا فيها وكانت صلتي بالراحل المقيم فضل الله منذ أن كان في مرحلة الثانوي في مدني الثانوية وكان أخا وصديقا عزيزا وشاعرا مبدعا. فنغني له نسأل المولى الكريم له العفو والمغفرة ونحيي أسرته الفاضلة زوجته وأبنائه وبنته نحييهم من هنا وهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إنجلترا لهم التحية والتقدير ومحبتي لأخي فضل الله هي محبتي لهم أيضا. تحية لهم ونغني إحدى أغنيات الأخ فضل الله. أنا ما حقول الأغنية كل واحد يشوف فضل الله. أنا غنيت له كثير جدا ما ممكن تسافر من باب الشجور ومن الأعمال الوطنية انتم عارفين أكتوبر 21 الانطلاقة العاطفي الجريدة أيضا. فأنا ما حأقول لحد ما تخش الفرقة هيا
Thank you.
Yeah.
ايه
We'll be right back.
Thank you.